الفريق أحمد قيد صالح يؤكد السعي الدائم للقيادة العليا إلى مواصلة تعزيز قدرة قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي والاستمرار في ترقية أدائه العملياتي والقتالي. سهل يؤكد من كوبنهاغن التزام الجزائر بالسلم والأمن في إفريقيا وخارجها خلال ندوة إفريقيا دول الشمال، ويدعو إلى تعاون إقليمي ودولي لمواجهة التهديدات. لوح يذكر من المدية بالإنجازات المحققة، والمجتمع المدني يكرم رئيس الجمهورية عرفانا لجهوده فيما تحقق من مكاسب. صحاصيامكم، أهلا بكم. استأنف اليوم مجلس الأمة أشغاله في جلسة علنية ترأس عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، خصصت لطرح أسئلة شفوية تخص الوزارة الأولى وقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئات العمرانية، الطاقة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. محجوب بدأ في رده على سؤال حول تدابير الحكومة لاستحداث مراكز الدراسات الاستراتيجية ونيابة عن الوزير الأول أحمد أويحيى، كذا سعي الحكومة الدائم لاتخاذ كافة التدابير الاستباقية من أجل ضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، مع الحرص على إشراك جميع الأطراف المعنية في إجراء دراسات تحليلية وأبحاث استراتيجية واستشرافية بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئات العمرانية من جهته أكد أن حالات الاعتداء على أعوان الأمن الوطني خلال أداء مهامهم تكاد تكون منعدمة، وإن وجدت فهي لفظية، وأن قوانين الجمهورية توفق بين الضمانات اللازمة لأداء هذه المهنة النبيلة والآليات التي تكفل حمايتهم عند الضرورة. نبقي على الحياة البرلمانية، حيث اجتمع اليوم مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس السعيد بوحجة، حيث حال على الدراسة على مستوى لجان المجلس المختصة مشروع قانون العضوي يحدد شروط وكيفية الدفع بعدمية الدستورية، ومشروع القانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، ومشروع قانون المالية التكميلي سنة 2018. كما نظر بل ضبط المكتب الجدول الزمني للجلسات من 14 إلى 28 من الجري. إلى ذلك نظر المكتب في الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، وقرر إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية. تميز اليوم الثاني من زيارة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الأولى بترأسه بمقر الناحية، اجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وأركاناتهم وكذا قادة الوحدات. نادي علمي. بمقر قيادة الناحية العسكرية الأولى ترأس السيد الفريق اجتماع عمل حضره قادة القطاعات وقادة الوحدات ومسؤولو المصالح الأمنية، حيث ألقى كلمة توجيهية أكد فيها السعي الدائم للقيادة العليا إلى مواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته خدمة لمصلحة الجزائر وأمنها واستقرارها. إن الأمل الإيجابي المخلص والملموس تجاه الوطن هو المقياس الساطع على متانة الانتماء إلى الوطن، ومن هنا ينبثق المبدأ العملي والميداني الذي نسير على هداه في الجيش الوطني الشعبي بسيناريو تحرير وطني، تمشيا مع ما تهدف إليه الرؤية السديدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني. قلت هذا المبدأ العملي الذي ما انفكر يعزز في النفوس الأفراد مشاعر حب الوطن ويكرس القيمة الصحيحة والثابتة، إن كل خطوة يتم قطعها لفائدة جيشنا ووطننا هي تكريس للمبدأ. لا عزة إلا عزة الجزائر ولا فخر لأبنائها إلا بالفخر الوطن.
بعدها استمع السيد الفريق إلى حوصلة حول نشاطات الناحية قدمها قائد الناحية، تلاه عرض لرئيس أركان الناحية حول الوضع الأمني ومختلف المسائل الأمنية بإقليم الاختصاص، كما تابع عروضا قدمها قادة القطاعات العملياتية ورؤساء مختلف المصالح الأمنية، ليسدي بعدها السيد الفريق جملة من التوصيات والتعليمات طالبا من الجميع العمل الدؤوب على تنفيذها بما يتوافق مع موجبات خدمة الجيش الوطني الشعبي والحفاظ على جاهزيته الدائمة. وكان قبل ذلك السيد الفريق قد استمع أمس بمقر قيادة الفرقة 12 مشاة ميكانيكية إلى عرض شامل حول هذه الوحدة الكبرى وحول المهام المنوطة بها. السيد الفريق هنأ بالمناسبة جميع الأفراد الذين شاركوا في تحضير وتنفيذ هذا التمرين، مثمنا الجهود المتواصلة التي يبذلونها ميدانيا من أجل الحفاظ على الجاهزية القتالية لوحداتنا في مستوياتها العليا. أكد اليوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهر خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري إفريقيا دول الشمال بكوبنهاغن حول موضوع القيم المشتركة والسبل التوافقية، أكد أن السياق الصعب الذي تعيشه القارة الإفريقية يهدد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول الإفريقية من أجل التنمية، وكذا دعم حركية النمو في عدد متزايد من البلدان الإفريقية. الندوة التي تعد موعدا سنويا للتشاور والحوار جدد خلالها مساهر الالتزام الجزائر بالسلم والأمن في إفريقيا وخارجها، داعيا إلى تعاون إقليمي ودولي لمواجهة كافة التهديدات. Une coopération dense et en une dense coopération et collaboration sécuritaire avec le pays de voisinage immédiat ainsi qu'au plan bilatéral, régional et international. C'est dans ce cadre que M. le Président de la République, Chavez Bouteflika, a été désigné par ses pairs africains en tant que coordonnateur de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'Algérie prône avec constance le règlement pacifique de ces conflits par le recours au dialogue, à la médiation et à la négociation dans le respect de la légalité internationale, la souveraineté, l'indépendance et l'unité des pays concernés. وعلى هامش الندوة الوزارية تحدث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهر بكوبنهاغن مع نظيره الدنماركي أندري سامويلسون. اللقاء تمحور حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. إلى ذلك تحدث مساهر مع نظيره الفنلندي تيمو سواني، حيث أشاد الطرفان بجودة العلاقات التي تربط فنلندا بالجزائر وبحث سبل الارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة. هذا وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهر قد التقى بأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالدنمارك، حيث قدم لهم إحاطة عن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لصالحهم، كما استمع عبد القادر مساهر إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم. في التعاون دائما استقبل اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي الوزير المنتدب البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بورت. الطرفان بحثا سبل الشراكة وتقييم الحوار السياسي بين بلدين وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لقد تحدثنا حول عدة مواضيع، منها تقوية العلاقات بين بلدينا، حيث أن البلدان يعرفان تعاونا أمنيا متميزا، كما تحدثنا عن احتمال توسيع الشراكة الموجودة إلى عدة مجالات كالتجارة، الاقتصاد والاستثمار، كما سنعمل خلال لقاءاتنا حول كيفية تعزيز التعاون الأمني.
بوزارة الشؤون الخارجية افتتحت تشغال الدورة الثامنة للحوار الثنائي الاستراتيجي الجزائري البريطاني حول المسائل الأمنية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والوزير المنتدب البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الدورة تناولت العلاقات الثنائية وكذا تطور النزاعات والأزمات التي طال أمدها في المنطقة، بالإضافة إلى التهديدات التي تشكلها آفة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود على الأمن والاستقرار الإقليميين. أكد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح من المدية خلال لقائه بفعاليات المجتمع المدني أن ما حققته الجزائر من مكاسب بينها الاستقرار يعود إلى سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وخلال الزيارة دشن الوزير المقر الجديد لمحكمة قصر البخاري. طابليدي والمزيد. تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من قبل المجتمع المدني في ولاية المدية هو أبرز ما ميز برنامج زيارة العمل والتفقد التي قادت إلى هذه الولاية وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح. وزير العدل اغتنم السانحة ليقف مطولا عند الثمار التي بات يقطفها القطاع اليوم بفضل جهود رئيس الجمهورية وخصوصا في مجال المصالحة الوطنية. المصالحة الوطنية مثلا التي كان بادر بها فخامة رئيس الجمهورية أفضت إلى بناء تلاحم وطني جديد، ساهم في حينه في تفكيك خارطة التنافر والتمترس والقلاع لصالح قيم التعايش والتواصل والسلم، وفيما بعد أصبحت هذه المصالحة الصمام الذي أمن الوطن من حالة الانفلات ومشحونات الكراهية والرياح التدميرية التي هبت من كل حدب وصوب. وزير العدل وبعد أن ذكر بما حققه قطاع القضاء من مكاسب هامة في البلاد اعتبره بلغة حازمة صارمة أن أي مساس بمصداقية السلطة القضائية ونزاهتها أمر لا يمكن التسامح معه، وأن العدالة الجزائرية لن تفكر مرتين في السهر على إحقاق الحق. فلا تسامح من يمس هذه المصداقية وهذه النزاهة للسلطة القضائية، سواء كان هذا المصدر داخل السلطة القضائية نفسها أو خارج السلطة القضائية، لأن السلطة القضائية ومصداقيتها ونزاهتها هي العمود الفقري لدولة القانون. يقوم القضاء بواجبه الكامل وبالصرامة المطلوبة في مكافحة جريمة الفساد بمختلف أصنافها ودرجاتها. لن تتوانى النيابة العامة عن تفعيل ما في يدها من القوانين والإجراءات والآليات للتصدي لهذه الظاهرة وتحريك الدعوة العمومية واتخاذ إجراءات المتابعة المطلوبة ضد كل مشتبه فيه بالفساد أو غيره من الجرائم. الزيارة التي تضمنت تدشينات ومعاينات ميدانية مكنت من الوقوف عند المقر الجديد لمحكمة قصر البخاري كصرح قضائي بمختلف مصالحه خدمة للمواطن، ومعاينة مشروع إنجاز المقر الجديد لمحكمة البرواجية والاستماع باهتمام إلى عروض مفصلة عن الجهود المبذولة في القطاع بولاية المدية. وفي التعاون الجزائري البرتغالي اطلع المدير العام للأمن الوطني لواء عبد الغني هامل بلشبونة اطلع على عدة مصالح تابعة للشرطة البرتغالية. كما كانت زيارة فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات للتصدي لكل أشكال الجريمة. كما تم بالمناسبة تكريم اللواء عبد الغني هامل من قبل وزير الداخلية البرتغالي، وهو التكريم الذي أهداه إلى رئيس الجمهورية. مرحبا
pour ses efforts inlassables et son long combat pour la promotion de la paix et le développement durable pour un monde stable et une sécurité pérenne. عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة عقدت اجتماعا استمعت فيه لعرض حول مشروع قانون القضاء العسكري قدمه ممثل الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، وهذا بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني. خلال الاجتماع طرح أعضاء اللجنة أسئلة وملاحظات حول الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، وأجاب عنها ممثل الحكومة بمزيد من الشرح والتوضيح. تربويا وتجسيدا لتقليد إرساء قواعد الحوار والتشاور، التقت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مع الشركاء الاجتماعيين للعمل بصفة تشاركية وتكثيف الجهود من أجل الحد من ظاهرة الغش الإلكتروني في البكالوريا، حيث أعلنت عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على مصداقية هذا الامتحان المصيري، بينها حجب الإنترنت في الساعات الأولى من الامتحان لمدة 5 أيام. كما كان الاجتماع فرصة لطرح العديد من الملفات، من بينها ملف الخدمات الاجتماعية وتجديد الأعضاء وإعادة النظر في الامتحانات المدرسية. قدمنا تقييم لكل الليجن المشتركة اللي عندنا ما بين الإدارة المركزية والشريك الاجتماعي، وعندنا تقريبا 8 ملفات اللي راهم من بداية السنة اللي راهم يخدموا عليهم. نأكد حول تضافر جهود وتضامن الحكومي لتحقيق مصداقية القطاع ومصداقية الامتحانات الوطنية، وراه كاين تجنيد كبير جدا. زيارة عمل وتفقد قادة وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان إلى ورشات إنجاز الطريق الرابط بين الشفا والبرواقية على مسافة 53 كيلومترا، وهذا للوقوف على الصعوبات التي تعترض استكمال المشروع في أجاله. زعلان أكد على أهمية الطريق عند إنجازه بأبعاده الاقتصادية. التلفزيون مليك جزوري. 81% هي النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال بالطريق الوطني رقم 1 الرابط بين شفا والبرواقية، رغم التضاريس الجبلية الصعبة بتكلفة تتعدى 170 مليار دينار. وهذا المشروع يحظى بعناية فائقة لفخامة رئيس الجمهورية، ونقدر نجزم أنه الطريق السيار على الشرق غرب على قدر امتداده أكثر من 1200 كيلومتر، ولكن ما فيهش مكان أو أماكن من حيث الضخامة نتاع المنشآت وجمالية المنشآت وترويض الطبيعة هذه الجبلية الصعبة. كما أكد الوزير خلال لقائه بإطارات المؤسسات المنجزة على ضرورة تضافر كل الجهود واحترام أجال تسليم المشاريع. تسببت الأمطار التي تساقطت مؤخرا على مختلف ولايات الوطن في أضرار لبعض المحاصيل الزراعية نظرا لتأخر حملة الحصاد والدرس. العينة من بلدية وجمعة بغليزان في روبورتاج خير أبو طالب. بدأ المزارعون في منطقة واد جمعة بغليزان موسم حصاد محصول الشعير بعد أمطار متواصلة شهدتها المنطقة، مما انعكس سلبا على وفرة الإنتاج. مع الأمطار هذه على بالك الفلاح تطيح، شفتوا الشعير، الشعير تروح منه بالاقل 20% في الهكتار، وان شاء الله من القمح ثاني كنا داير الروندمون تاع من 30 35، بالك ان شاء الله نقعدوا في 30 25. هذا وقد عبر الفلاحون عن استيائهم لتاخر مردود بعض انواع المحاصيل. البحيره راهي في الرطار، مام الفلاحه وانضرت من هذا الأمطار هذه التالية، وخسائر كانت كبيرة بزاف. كان اللي بالنسبة للبحارة كان اللي خلفوا ثلاث مرات. موالف الأحياء في الحالات العادية كان المنتوج كان يصل إلى 300 350 حتى 400 قنطار في الهكتار، أما الآن أصبح جراء هذا الأضرار هذه أصبح المنتوج لا يتجاوز 100 قنطار. توقعات الإنتاج تفوق 2 مليون قنطار، ونشوفوا يعني بام الان وراه مازال الحر بارد،
وين هذا المحاصيل الكبرى تبغي شويه السخانه، يعني تبغي السمش تبغي الحمان باش تثمر. ويبقى امل الفلاح مرهونا بتحسين احوال الطقس في الايام القادمه. أشرفت اليوم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي بالعاصمة على تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة للتنوع البيولوجي، وهي اللجنة التي تضم ممثلين عن 24 قطاعا وزاريا، إذ يعملون على متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية داخل كل قطاع وتذليل العقبات من أجل إنجاح المخطط الوطني للتنوع البيولوجي 2016-2030 تحت عنوان التنوع البيولوجي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي. كذلك هو أولا رفع التحديات بالنسبة للتحديات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية طبعا المستدامة وتثمين الموارد الطبيعية، وثانيا رفع مسؤوليات الجزائر إلى أعلى درجة من أجل تحقيق أهداف التنمية للتنوع البيولوجي لاتفاقية أيشي، وكذلك أهداف التنمية المستدامة اللي هي معروفة ربما تحقيقها قبل أوانها. إذن كل هذا من أجل الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي واللي هو أساس التنمية المستدامة. إلى النفحات الإيمانية للشهري الفضيل، حيث أدرك برنامج حاذي الأرواح أدرك أمس السهرة التصفوية الثالثة وعرف تنافس أعذب الأصوات على مدح خير الأنام صلى الله عليه وسلم. في مبادرة تضامنية نظمت بوهران مأدوبة إفطار لفائدة الرعاية الأفارقة الناجين من حادثة غرق قاربهم أقول شهر مايو الماضي بمشاركة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري وممثلين عن المجتمع المدني. التفاصيل مع الطاهر بلايدوني. هي دعوة كريمة إلى مائدة إفطار محفوفة بأسمى معاني التضامن وقيم الإنسانية العليا. رعايا أفارقة من دول الساحل اجتمعوا حول مائدة فيها أنواع من الطعام صنعه متطوعون وأنواع أخرى من مشاعر الصداقة والكرم. pour ce qu'ils ont fait pour nous. Aussi, je trouve ce mouvement très bien parce que depuis que le Ramadan a commencé, nous on déjeune ici sans problème, on mange ici gratuit tous les soirs. On peut dire à grâce de Dieu, à grâce de l'Algérie, nous on est là. Voilà. À cause de eux, nous on est ici. Donc on vous remercie beaucoup. On vous remercie mille fois. Al-Hilal Al-Ahmar Al-Jazairi, صاحب المبادرة وضع كل الظروف الملائمة. ولابد نذكر أن في حاليا المرجع متاعنا هو سيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي لقب بفارس الإنسانية من طرف المجموعة الدولية الإنسانية في سنة 2016، وعنه الجزائر عاصمة الإنسانية. لذا من الطبيعي أن يجد من يلجأ إلينا الحفاوة والدفء الإنساني والعطاء. للإشارة موائد إفطار أخرى منتشرة عبر بلدية ولاية وهران. كثيرا ما تفضل العائلات الجزائرية استغلال مناسبة الشهر الفضيل لختان أطفالهم أو ما يعرف بالطهارة. عليه ينصح المختصون بضرورة أن تكون هذه العملية في عيادات مؤهلة وتحت إشراف طبي. وهيبة أمزال والتفاصيل. يرافقهم الأهل والأقارب في جو من الفرح والسعادة لحضور أجواء الختان. هذه العملية الجراحية التي يجب أن يقوم بها جراحون وفي عيادات مؤهلة لذلك. مريض يراه موجود هنايا صارت حوادث يعني كبير، يعني كنهار وين دير ختانة من عند الطب العام طبيب عام يعني قسلوا كاع يعني الغطاو و عاودنا له يعني عاودناه حاولنا سقمناه شويه يعني باش طلع له درنا يعني شحال عمليه جراحيه باش نسقموا له هذاك تاعو. اختنا تستعمل في مضرب معين عياده في السبيطار بالطبيب خاص اختصاصي في الجراحه. ومن جهتها تدعو الجمعية الوطنية للهيموفيليا إلى تفادي الختان قبل السنتين من عمر الصبي.
شفنا كل سنة الجمعية تحصي حالات وفاة أو حالات نزيف حاد راجع إلى اكتشاف مرض الهيموفيليا. نعرف أنه الهيموفيليا 30% من الحالات تكون عن طريق طفرة وراثية، أي لا توجد سوابق في العائلة. فما هو البعد الديني للختان في الإسلام، وهل يحبذ القيام به في سن مبكر؟ يكره ختان الصبي في الأيام الأولى في الأسبوع هذاك. بالعكس، احنا في كتب الفقه عندنا المرجعية الدينية على الجزائر تقول لك أنه هذه من عادات اليهود، وأنه احنا عندنا الصبي لا يختن إلا بعد ما يكبر شوية. احنا أكثر من هذا، يقول لك حينما يؤمر بالصلاة تمك يختن، يعني 7 سنين. ولكن يستشار الأطباء، فنحن نرجع إلى أهل الخبرة الطبية. وتبقى الطهارة لدى الجزائريين مناسبة سعيدة شريطة احترام المعايير الصحية. هنيئا لأطفالنا. في جو مهيب، بوريا أثر اليوم بمقبرة عين البيضاء بوهران جثمان وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق خليل ماحي الذي وفته المنية صباح اليوم إثر مرض عضال، حيث حضر الجنازة وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس. خليل ماحي إطار في حزب جبهة التحرير الوطني، وقد تولى عدة مناصب مسؤولية على غرار رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ومحافظ حزب جبهة التحرير الوطني بولاية وهران. وعلى إثر هذا المصاب الجلالي يتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد. إن لله وإنا إليه راجعون. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت انفرازة للجيش الوطني الشعبي أمس بعين قزام زيادة من 25 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببشار تاجري مخدرات بحوزتهما 17 كيلوغراما من الكيفي المعالج. ومن جهة أخرى، وقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود خلال عمليات متفرقة بكل من غردايا وتلمسان 58 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة. انطلقت اليوم بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة التحقيقات مع عدد من المشتبه بهم في قضية محاولة إدخال 700 كيلوغرام من الكوكايين والتي تم إحباطها من قبل الجيش الوطني الشعبي بميناء وهران خلال الأيام القليلة الماضية. دوليا، أكد رئيس زيمبابوي إيمرسون مانغواغوا لنظيره الصحراوي إبراهيم غالية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى زيمبابوي، أكد دعم بلاده الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وضرورة التزام المغرب بالمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. هذا وكان الرئيس الصحراوي قد التقى في وقت سابق رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، حيث طالب بالدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة مع المغرب لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وفق قرارات كل من الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي. رئيس جنوب إفريقيا من جهته أكد أن مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين تأتي تعزيزا للمساعدات التقنية والإنسانية للاجئين الصحراويين، وتأكيدا على ضرورة إنهاء آخر مستعمرة في إفريقيا. الفلسطينيون غدا على موعد مع الجمعة 11 من مسيرة العودة السلمية على حدود قطاع غزة تحت شعار مليونية القدس. هذا وقد وصلت قافلة تضامنية جديدة من المساعدات الإنسانية الجزائرية إلى قطاع غزة. التفاصيل مع وسام أبو زيد. استمرارا للجهود الدولية لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وصلت قافلة أميال من الابتسامات إلى القطاع بمشاركة جزائرية فاعلة، حاملين معهم مساعدات إنسانية وطبية ومشاعر التضامن تجاه الشعب الفلسطيني. نريد أن نرجع النبض للقوافل التي هي للقوافل عبارة رسائل وهي فضح هذا الكيان الصهيوني الذي أراد أن يستفرد بهذا الشعب في هذا الحصار القاتل والغير أخلاقي. رسائلنا أيضا للعالم للفلسطينيين في حد ذاتهم بأنكم لستم أنتم وحدكم في المعركة، نحن شركاء لكم. وفور وصول القافلة بدأ الوفد الجزائري الذي ضم عدد من أعضاء جمعية البركة بالتوجه إلى مستشفيات القطاع للإطلاع على أحوال المصابين وحثهم على المزيد من الصمود والصبر على أوجاعهم. بتشرف في إخواننا في الجزائر، بتشرف فيهم يعني الأمانة، والله يعطيهم ألف عافية يعني
ومساعدتهم إلنا ومساندتهم إلنا يعني للأمانة يعني بنفتخر فيكم كتير إحنا ونرفع رأسنا فيكم. حالات إنسانية يندى لها الجبين، جرائم إسرائيلية ارتكبت في حق أبرياء، كان ذنبهم الوحيد أنهم طلبوا بحقهم في العودة إلى أراضيهم. ولكن الزيارات ستمتد على مدار 5 أيام متواصلة بزيارة عائلات فلسطينية أخرى طالها الحصار الإسرائيلي للتأكيد على التضامن الدولي مع قضيتهم العادلة. فالفلسطينيون يؤكدون أنه كلما ضاقت عليهم من الاحتلال كانت الجزائر سباقة في دعم صمودهم أمام حصار دام أكثر من 11 عاما على التوالي. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. الجزائر البرتغال في مباراة ودية في 8:15. صحف طوركم.